كاين بعض من الفلاحات راهم يشكيو من بطاقه فلاح. انت واش تقولي لنا على هذه النقطه؟ واش نقول؟ بطاقه فلاح لازم بون القانون باش يغير الفلاحات. بطاقه الفلاح سي ان بروبليم تري فاست، لانه القانون ما تطرقش، القانون انسان اللي داره راك معايا، ما تطرقش لجميع الجوانب، ما تطرقش لجميع الجوانب. يعني تقدر تكون على سبيل المثال، تقدر تكون عندك عقد مستثمره فلاحيه تاع الاب ديالك، وانتم في سته، في سته خوات، عندكم خمس قطارات، سبع قطارات، سته سبعه، كل واحد شحال عنده. القانون ما يسمحلكش زوج ولا ثلاثه ولا اربعه يديروا كارت فلاح، يسمحوا الانسان واحد، فهمتني، واحد من لافخاطخي. هذا ما راهوش لوجيك، هذا جانب ما راهوش لوجيك، لانه تلقى في مستثمره فلاحيه تلقى واحد من الاخوه دار تخصص تربيه الدواجن، دار دي سيرافيكول، تلقى واحد اخر دار في نفس قطعه الارض دار تربيه الماشيه، دار واحد اخر الماغيشاج، الفلاحه تسمى الغرس تاع الخضر ولا تاع الخضروات، واحد اخر راح في الشجره يقول لك انا قطار ندير ولا قطار ونص ندير. يعني الفلاح يستفادوا منها الزوج واحد برك، حتى وتكونوا 10 خاوه. هذا نشوفه انا غير منطقي.